عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أعزائي طلبة وطالبات الصف السادس الابتدائي، موعدنا النهاردة إن شاء الله تعالى مع حل امتحان محافظة المنوفية بيج 256 200 طبعا 56. نبدأ بسم الله امتحان السابع listen and service. استمع طبعا إلى معلمك وأكمل. نمبر 1، السؤال طبعا عندي بيقول how did she play the flute. How did she play the flute يعني كيف هو عزف على آلة الفلوت. She played the flute quietly، هو عزف على الفلوت طبعا quietly بهدوء. يبقى هنا طبعا she played the flute quietly. She played the flute quietly. الإجابة طبعا اللي سمعتها A. سؤال نمبر 2 بيقول لي what did you get. ماذا حصلت. What did you get. I got a hundred. I got a hundred. أنا حصلت على 100%. طبعا الإجابة اللي سمعتها. إذا ركز طبعا على السؤال. السؤال طبعا هنا هركز عليه. هنا do you ever fly abroad. هل طبعا سافرت للخارج أو هل سبق أن سافرت للخارج. Do you ever fly abroad. Yes I do. يبقى هنا الإجابة الصحيحة عند السؤال اللي سمعته do you fly أو do you ever fly abroad. السؤال نمبر 4 what should I do. What should I do. ماذا ينبغي علي أن أفعل. السؤال اللي أنا سمعته طبعا what should I do نمبر 4 في A. قال له you should stay calm يعني طبعا يجب أن تبقى هادئا. بعد كده السؤال الثاني يقول لي طبعا listen and complete. سمع وأكمل. السؤال بيقول عندي بيقول لي where you yesterday. أين طبعا كنت أمس بعد الظهر. أين كنت أمس بعد الظهيرة. فطبعا رد عليه بي قال له at Mona's house في منزل طبعا منى. وبعد كده قال له طبعا we were watching TV وكنا بنشاهد التلفزيون. في منزل منى كنا نشاهد التلفاز. يبقى هنا رقم نمبر 1. هنا هنحط طبعا كلمة ايه طبعا we were. Where معناه طبعا هنا ايه فعل مساعد. الفاعل هنا وبقية الجملة yesterday afternoon يعني طبعا بيقول له أين كنت أمس بعد الظهر. Where you yesterday afternoon. أين كنت أمس بعد الظهر. فقال له at Mona's house we were watching TV وكنا بنشاهد التلفزيون. فسأله سؤال فقال له what was on. ماذا كان معروضا. What was on. يبقى هنا on. ماذا كان معروضا. إيه اللي كان شغال. فطبعا قال له إيه a program برنامج about animals in Africa. يبقى هنا برنامج. يبقى كلمة program اللي إيه ناقصة عندي كلمة إيه program about animals. يبقى كلمة animals in Africa يعني برنامج عن ايه عن الحيوانات في افريقيا. فطبعا قال له او زي او كده. لقد يعني ايه I missed it. Was it good يعني لقد فاتني. هل كان جيدا. لقد فاتني. Was it good يعني هل كان جيدا. هل كان جيدا. فطبعا قال له yeah. يعني نعم. It was the gorillas were. وبعد كده قالوا الغوريلات يعني the gorillas were really cool. يعني طبعا الغوريلات كانت ايه حقا رائعة. يبقى هنا كلمة ايه كلمة really. Yeah it was. لقد كان the gorillas were really cool. الغوريلات كانت حقا رائعة. شوف the correct answer from A, B, C or D number 1. I can see the violin. أنا أستطيع أن أرى آلة الكمان. In the space room يبقى هنا music room في حجرة الموسيقى. Table منضدة أو ترابيزة. Book كتاب و bottle زجاجة. Number 2 space performed the play. The students in the first year يعني طلاب الصف طبعا الأول. يبقى عايز يقول لك مين اللي أدى أو قدم المسرحية. Who where أين المكان. وين متى للزمان. What ما أو ماذا. Number 3 the teacher asked me to speak the alphabet. طبعا المدرس طلب مني ان انا ايه say the alphabet ان انا اتهجى او اقول الالفابيت. Blue ينفخ. Drink معناه يشرب. Peel يقشر. سؤال نمبر 4 what was he space when the tiger ran by. طبعا اداة استفهام فعل مساعد was aware والفاعل بعدين فعل مضاف له ing بين doing. ماذا كان يفعل لما التايجر ران باي. لما التايجر جرى بجوار او مر من هنا. ده السؤال في الماضي المستمر. نمبر 5 it's hot. الجو حر. you can speed the fan. يمكنك turn on تشغل. ما دام الجو حر يمكنك ان تشغل الايه. يبقى هنا turn on يعني يشغل. turn off يطفي. يبقى الاجابه الصحيحه هنا ايه turn on the fan يعني يشغل المروحه.
بعد كده بيج 257 257 بيقول لي when they space young لما ايه كان صغير السن they visited Alexandria هم زاروا اسكندريه لما هم كانوا هم طبعا they بتاخد وير على طول they were لما كانوا young صغار السن they visited Alexandria. نمبر 7 هاو سبيس فيميل بايلوتس طبعا اسم جمع يعد يبقى محتاج هاو ميني على طول. كم عدد الطيارين الاناث التي يعملن في شركه الطيران الخاصه بكم؟ بعد كده نمبر 8 سبيس اي فورجيت ماي هوم ورك اي ويل بي نيرفس انا نسيت واجبي انا نسيت واجبي انا سوف اكون عصبي. طبعا دي حاله اف يبقى هنا اف الاول معناها اذا لو اف اي لو انا نسيت ماي ماي هوم ورك واجبي اي ويل بي نيرفس. الحاله الاولى مضارع بسيط والناحيه الثانيه ايه ويل وي المصدر. Circle the odd word and replace it with the correct one. ضع دائرة حول الكلمة المختلفة واستبدلها بواحدة صحيحة. السؤال بيقول عندي عندي himself بنفسه بنفسه itself بنفسه أو بنفسها لغير الإيه العاقل وعندي you معناها طبعا أنت أو أنتم ده ضمير فاعل herself بنفسها كلمة مختلفة الضمير الفاعل نجيب منه الضمير المنعكس اللي هو your self. بير دب بوك كتاب تايجر نمر وعندي لاين اسد هنجيب حيوان من ضمن من الحيوانات ممكن نقول دير غزال فوكس ثعلب وهكذا يعني مش ساندي تيوزداي وين فرايدي كل دول دايز اوف ذا ويك ايام الاسبوع ماي ده شهر مايو نجيب مكان وليكن عندي عندي هنا ساتر عندي ساتردي وعندي ساندي عندي ساندي وعندي ماندي ممكن نجيب ماندي مان دي عذر الام هنا المفروض تكون كابيتال ماندي اللي هو الاثنين عادي يعني يوم الاثنين الثلاث اللي انت عايز تحطه ترين قطار بلين طائره وهنا كار سياره كل دول وسائل مواصلات كلمه مختلفه كلمه سكول يبقى هنا كلمه سكول نحط مكانهم وليكن تاكسي او باص عادي مفيش مشكله باص او تاكسي او بايك تيتشر مدرس هوم منزل كوبايلوت اللي هو طيار عذر مساعد طيار دكتور دكتور يعني دكتور كل دول طبعا وظائف اللي هما فيت نجيب مكانهم دينتست طبيب أسنان أي وظيفة تحطها تكون صحيحة. بعد كده عندي بيقول لي read the passage and answer the question اقرأ طبعا القطع واجب عن الأسئلة. بيقول لي هنا here are some facts about giant pandas إليك أو هنا إليك بعض الحقائق عن الباندا العملاقة. بيقول لي when giant pandas are born لما الباندا العملاقة بتتولد they weigh بتزن من أول 80 to 140 جرام من 80 ل 100 طبعا إيه هو 40 جرام. Adults usually weigh 80 and to 125 كيلوز يعني طبعا البالغين بيقول لي ان البالغين دول بيوزنوا من حوالي كام من 80 ل 125 كيلو. جاينت باندز ايت بامبو طبعا الباندا العملاقه بتاكل عشب او الخيزران. They don't hibernate طبعا لا تبيت في الشتاء وليس لها بيات شتوي. In winter في الشتاء because they have لانهم طبعا have to eat ان هم مضطرين ان هم ياكلوا من 8 to 16 كيلو من حوالي 60 من 8 ل 16 كيلو of بامبو من البامبو every day كل يوم. They eat هم بياكلوا for 12 to 16 hours daily من حوالي 12 ل 16 ساعة في اليوم. Giant pandas walk and run on all four legs يعني كمان بيجروا ويمشوا على ايه بيمشوا ويجروا على اربع ايه رجول. They live in the mountains in of China كمان بيعيشوا في جبال الصين. السؤال الأول شو the correct answer from ABC or D. Adults of giant pandas weigh space kilos بيوزنوا قد ايه كم كيلو يعني يبقى من اللي هم البالغين احنا قلنا بيوصلوا من 80 الى 125 الاجابه الصحيحه عندي A. السؤال نمبر 2 جاينت باندا ووك بيمشوا اند ران وبيجروا اون اول فور ليجز على اربع رجول. بعد كده السؤال انسر ذا فولوينج كويستشن السؤال بيقول لي وير دو جاينت باندز ليف اين تعيش الباندا العملاقه يبقى نقول they اول حاجه they هم live in the mountains في جبال الصين of China في جبال الصين. سؤال نمبر 4 what do giant pandas eat بياكلوا ايه؟
يبقى تاني ممكن نقول they، او عايز تكتب giant عادي مفيش مشكلة نريحك، they او giant، ممكن نقول giant pandas، they giant، ممكن نقول giant pandas او they عادي. eat ما بياكلوا بامبو، هو طبعا خشب الخيزران، هو بيصل طبعا هنا اللي بياكلوا ايه، they eat bamboo او giant pandas ممكن كمان eat bamboo. ده بالنسبة طبعا 3 و4، إجابة 3 و4 معانا. بعد كده بيج 258 258، write an email of 7 sentences، اكتب ايميل مكون من 7 جمل، write an email to your friend علي، علي طبعا اسم علي ده المرسل اليه يبقى هنحط عندي تو، علي @gmail.com عندي تو. طيب الموضوع عندي بعد كلمة about، tell him اخبره عن ايه، what you could اللي انت طبعا كنت بتقدر تعمله and couldn't do واللي ما كنتش طبعا تستطيع فعله، when you were young عندما كنت صغيرا في السن، صغيرا في السن. your name اسمك احمد، هنا اسم احمد يبقى احمد ده ايه عند كلمة ايه from، طبعا ده الراسل يبقى احمد @gmail.com عند كلمة ايه from، والايميل التاني دي نكتب، نبدأ مع بعض نكتب عندي علي @gmail.com، اسم التاني احمد اللي طبعا اسمينا في الايميل احمد @gmail.com. الموضوع طبعا لما كلمة about يبقى what، وهنا طبعا الضمير يو ده حول ال I، what I could، عما كنت استطيع، could استطيع طبعا and couldn't، ولما استطع طبعا do فعله، when لما، ونبقى اكمل عادي ممكن نقول when، when I عشان طبعا اليوت هنا تحول الى I، why بتاخد was بتاخد شوية، يبقى was، وكلمة young اللي هي صغير السن young، what I could عما كنت استطيع and couldn't do ولم استطع فعله when I was young عندما كنت صغيرا في السن، عند طبعا الشيء اللي كنت بنقدر نعمله او ما كنتش بنقدر نعمله لما كنت صغير في السن. ندير عزيزي، طبعا انا راسل لمين؟ لعلي، ندير عزيزي علي صديقي علي، فاصلة كده وجملة افتتاحية. لو عايز نكتب مثلا I am pleased، انا مسرور او سعيد to write، لاكتب لك عذرا، يبقى تاني كده ندير عزيزي علي I am pleased to write، انا سعيد اني مكتوب لك to you نقطة، وليه when I was young عندما كنت صغيرا في السن، هقول مثلا ان انا كنت بنقدر نعد لحد 10 مثلا، هعمل فاصلة كده وال I could count to 10، بعد كود على طول فعل في المصدر، الفاعل كود والفعل في المصدر، when I was young عندما كنت صغيرا في السن فاصلة، وأقول إيه I could count to 10 كنت بقدر أعد لحد 10، وممكن وكمان أعمل فاصلة تانية وأقول إيه but لكنني، but I لكنني أنا يعني couldn't لم أستطع fly أطير، أكاي الطيار هي طيارة ورقية يعني. وبعد كده ابدا اقول انا كنت بقدر اقول الابجديه الانجليزيه I could say the alphabet، واعمل فاصله ثانيه واقول ايه but I لكنني كنت طبعا ايه couldn't ما كنتش لا استطيع او لم يمكنني، يبقى انا but I couldn't لم استطع، استطع طبعا speak English، speak English ممكن انا كنت بقدر بمسك، اقول ان انا كنت بقدر امسك فراشة I could catch، catch معنى يمسك، a butterfly عذرا butterfly كنت بقدر امسك فراشة واعمل كومة واقول but، حاجة اللي بعملها وعكسها يعني تناقض، بقول انا كنت بقدر امسك مثلا فراشة لكنني مثلا لم استطع ان انا نعمل ايه
نبني قلعة من الرمل، كنت بقى أشهر برتقالة، لكنني مثلا لم أستطيع أن أقص قلبه هكذا. باط مثلا نقول إن أنا ما كنتش بقدر أقش مثلا، أو مثلا أقول I could but I couldn't، كنتش بقدر أو بستطيع. build إن أبني، enormous sandy castles، sand castles قلاع من الرمال. كمان ممكن اقول ان انا كنت بقدر ان انا قشر برتقاله، يبقى ايه او ما اقدرش، يبقى اعمل حط نقطه او فاصله، اعمل فاصله كده واكتب but I couldn't، كنتش بقدر يعني، عذر عشان المكان. but I couldn't مثلا ايه peel an orange، peel an orange، انا ممكن اكتب اكمل في ورقه معلش عشان المكان. ممكن اقول I اقول مثلا I couldn't، لم استطع ولم اقدر. cut out a heart، مش بقدر اقص قلب. اقول I could مثلا clean the house، clean the house، كنت بقدر انظف الايه المنزل. ممكن اقول I couldn't، ان انا ما كنتش بقى بستطيع، I couldn't لما استطع ride a bike، كنتش بقدر اركب الدراجة. وممكن نقول خلاص عادي يعني، هتبقى خلصت كده يعني. ممكن كمان هقول رايت، طبعا اكتب لي قريبا، هقول رايت تو مي سون، يعني اكتب لي قريبا. يورز المخلص وفاصلة كده، واكتب طبعا ايه احمد صديقك، مين المخلص احمد. يبقى انا كتبت طبعا حاجات كتيره، كتبت طبعا بزياده كمان كلمات بزياده، وطبعا محتاج عندي 7 جمل وانا كتبت اكتر من 7 جمل. ممكن نعيده مع بعض تاني عادي. عندي تاني اهو I am pleased to write to you، انا سعيد ومسرور بكتب لك. when I was young، عندما كنت صغيره في السن. I could count to 10، كنت بقدر اعد ل10. but I couldn't play a kite، كنت طبعا اقدر ان انا اطير طياره. I could say the alphabet، كنت بستطيع ان انا اقول الهجائيه الانجليزيه. but I couldn't speak English، لكنني لم استطع طبعا اتحدث الانجليزيه. I could catch a butterfly، كنت بقدر ان امسك فراشه. but I couldn't build enormous castles and castles، كمان الوقت، لكنني لم استطع ان ابني قلاع هائله من الرمال. but I couldn't كمان ممكن برضه، كمان كنت لم استطع peel an orange، كمان ما كنت لم استطع ان انا اقشر ايه برتقالة. وهنا برضو اضفنا الكلمتين دول I couldn't cut out a heart، كمان ما كنتش بقدر او لم استطع ان انا اقص قلب. I could clean the house، كنت بقدر ان انا طبعا انظف المنزل. I couldn't ride a bike، لم استطع ان اركب دراجة. write to me soon، اكتب لي قريبا. yours احمد صديقك المخلص احمد. بعد كده طبعا سؤال الترتيب على طول عشان وقت الفيديو. عندي هنا what، يبقى هنا what أو what's going on in here، عذرا what's going on in here، ماذا يحدث هنا أو ماذا يجري هنا. طبعا ده سؤال وعلامة استفهام في الآخر. بعد كده السؤال بيقول لي would like، يبقى هنا would like، would like ممكن نقول would like to an interview أو interview. would like to interview you، يعني نود أن نجري معك حوار. would like to interview أو interview you في الآخر، يعني نود أن نجري معك حوار. يبقى أنا عندي هنا ترتيب، عندي هنا إحنا قلنا الفاعل، عندي الفاعل أهو، وبعد كده would،
بعد كده كلمة like to والفعل في المصدر اللي هو طبعا ايه يجري، حوار يجري، يبقى هنا would، وبعدين عندي هنا الفاعل would like to، وبعدين كلمة interview اللي هو الفعل في المصدر هنا، وبعد كده ايه الفاعل عندي مين؟ عندي الفاعل عندي you، يبقى would like to interview you، يعني نود ان نجري معك حوار. بعد كده طبعا punctuate the following please help me pass out the homework، ساعدني في توزيع الواجب. يبقى انا عندي هنا ال P capital، وطبعا في الاصبع دي جملة خبرية، بعد كده ال W capital، وطبعا علامة استفهام في اخر الجملة. وكده نكون وصلنا لنهاية الفيديو، اتمنى يا رب الفيديو يكون عجب حضراتكم. الى اللقاء في فيديو اخر باذن الله تعالى، مع تمنياتي بدوام التوفيق والنجاح. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وعذرا على الاطالة.